رح نبلش مع أنشطة وزارة الثقافة ومبادرتها وخطوة جديدة تقوم بها بوضع مباني المراكز الثقافية في محافظات اللاذقية، حمص وأيضا طرطوس، وتحت تصرف الجهات المختصة لاستقبال المواطنين المتضررين من الحرائق في تلك المحافظات. للحديث بشكل موسع حول هذا الموضوع بصرنا نرحب بالأستاذ حمود الموسى، مدير المراكز الثقافية في وزارة الثقافة. يسعد صباحك استاذ. يسعد صباحكم، يا اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك يسعد استاذ. صباحك. يعني للاسف التهمت الحرائق من ايام طبعا اراضي زراعيه وجبال ايضا، ان كان بالساحل السوري او حمص. اليوم المبادرات بينت من اول يوم صار فيها هي الحرائق باستقبال الاهالي او حتى ببعض المبادرات المحليه. الجهات الحكوميه كان عندها مبادرات الخاصه، وانتم فتحتم المراكز الثقافيه بطرطوس اللاذقيه وحمص لاستقبال طبعا او تحت تصرف الجهات المختصه حتى تامن الناس اللي نزحوا من اراضيهم للاسف واحترقت بيوتهم. خبرنا اول شيء اكثر عن هالمبادره، وهل مثلا عم توصلك اعداد انه في مراكز صارت تحت تصرف الجهات المختصه؟ بدايه الحمد لله على سلامه اهلنا في اكيد. اللاذقيه وطرطوس وحمص. نعم. وحقيقة يعني كانت كارثة مؤلمة وموجعة للشعب السوري أجمع. صحيح. الكل تأثر بها والكل تألم لأجلها، ولكن لابد ما أنه الشعب السوري يتحول إلى فريق عمل واحد، إلى جبهة عمل واحدة في مواجهة كل الصعوبات التي تمر بها البلد. طبعا وجهت السيدة الدكتورة لبنى مشوح وزير الثقافة المراكز الثقافية بطرطوس واللاذقية وحمص بوضع المراكز الثقافية تحت تصرف الجهات المختصة المحلية. نعم. المعنية بذلك، ووزارة الثقافة حاضرة بكل إمكاناتها، بكل طاقاتها، نعم، بكل كوادرها من أجل مشاركة الشعب السوري، من أجل مشاركة شعبنا الحبيب في سوريا بكل ما يحتاج له من مساعدة ومن وقفة إلى جانبه. طبعا هي ليست مبادرة، بل هي واجب وطني على كل إنسان فينا. يعني ما حدث هو واجب أكيد. وطني معني فيه الجميع، مؤسسات وجمعيات وأفراد، كل معني في ما حصل. أكيد الكل ما حصل يهم الكل. صحيح. ما حصل وجع الكل. صحيح. ومعاناة أكيد طبعاً بقلوبنا طبعاً. صحيح. صارت الحرائق في الساحل السوري، لكن الساحل وحمص وطرطوس من جزء مننا، ودائما نحن كسوريين لازم نوقف حد بعض. يعني ما رح نعتبر سوريا هي خلينا نقول هي قطعة واحدة وليست طبعاً هي عدة طبعاً طبعاً قطع. بالنسبة لنا قديش مهمة هيدا المبادرة بهيك ظروف، وخاصة في عوائل ضررت جفاء الحريق. طبعا الآن نحن في عندنا بيوت. المراكز الأقرب تفضل. للحدث اللي في اللاذقية هو مركز الحفة، مركز عين البيضاء، صحيح، مركز ثقافي بعين الشرقية، المركز الثقافي ببيت ياشوت. صحيح. هاي المراكز الثقافية الأقرب الآن، هي بريف جبلة يعني طبعا تقريبا، وهي في قلب الحدث يعني. نعم. والآن بدأت التحضيرات لاستيعاب واحتواء كل المتضررين الذين تضرروا من جراء هذه الحرائق. نعم. والمراكز مستعدة كلها بكوادرها بإمكاناتها كلها تحت التصرف. نعم. نعم. خلينا نحكي شوي، بما أنه اليوم في مبادرات إن كانت حتى من الجهات الحكومية مثل ما قلنا، عدد أول شيء المراكز الثقافية الموجودة تقريبا اللي حصرتوها وحطتوها تحت الخدمة، وأيضا شو ممكن تقدمونه لبعدين؟ هل الفترة مفتوحة؟ هل كيف يعني الميزات اللي اعطيتوهم اياها؟ عدد المراكز الثقافية في حمص 44 مركز، في طرطوس 21 مركز، وفي اللاذقية 14 مركز. يعني مجموع المراكز 79 مركز ثقافي تحت تصرف المتضررين من جراء الحرائق. نعم. نعم. طبعا نحن عندما نفتح الأبواب لاستقبال المتضررين فهذا يعود أيضا لحسب هم يعني لإعادة ترميم
منازلهم. أمورهم ومنازلهم تمام. وبيوتهم وهي. نعم، يمكن مثل ما ذكرت حضرتك واجب علينا هذه طبعا المبادرة. خلينا نحكي عن أنشطة المراكز الثقافية بشكل عام، بغض النظر عن هذه المبادرة الاستثنائية. إن شاء الله يا رب دائما بيكون مبادراتنا كلها للخير وللأمان. بكل الله تأكيد لا يضر حدا، يعني بكل مثل ما تأكيد شفنا ضررت عوائل كتير، ويمكن أقل واجب منقول إنه نحن نكون حد بعض حتى نفتح بيوتنا إذا أمكن لبعض. نحكي عن الأنشطة، تفضل. يوم السبت الماضي انتهت فعاليات ملتقى الأديب الدكتور عبد السلام العجيلي للإبداع الروائي، وكانت بعنوان المكان في الرواية العربية. وشارك في هذا الملتقى نخبة من النقاد والروائيين السوريين. أنا كنت موجود في هذا الملتقى، كان من يعني كان ملتقى ألمعي بمستوى الحضور ومستوى الأداء ومستوى القبول عند الناس يعني، والتفاعل معه أيضا. طبعا تعتمد وزارة الثقافة الآن التنمية الثقافية، تعتمد بعملها المستقبلي كمشاريع قادمة التنمية الثقافية المستدامة التي تعتمد على البناء الحقيقي للإنسان، متمثلة في معاهد الثقافة الشعبية، مراكز الفنون التشكيلية، والمعاهد الموسيقية، وتوسيع دائرة هذه المراكز والمعاهد بحيث تشمل كل الجغرافيا أو الخارطة الثقافية السورية. بهذا الشكل نحن نبني إنسان حقيقي، بهذا الشكل أنه نحن بننمي الثقافة بشكل فعلي أكثر منه. إضافة حتى للأنشطة الثقافية الأخرى اللي هي أنشطة المنابر، أيضاً تعمل وزارة الثقافة على جعلها مشاريع ثقافية دائمة. يعني بطرح لك مثال، ملتقى العجيل للإبداع الروائي الآن تحدثنا عنه، ملتقى حنا مينا مثلا للإبداع الروائي في اللاذقية مثلا، ملتقى شكيب الجابري للإبداع الروائي مثلا في حلب. فنحن الآن المشروع الثقافي اللي عم نشتغل عليه، واللي هو أيضا يأتي ضمن الخطة ضمن خطتنا يعني في التنمية الثقافية المستدامة، يشمل كل صنوف المعرفة وكل ما اهتمامات الناس يعني، كل اهتمام من موسيقى لفن تشكيلي لمسرح لسينما نعم لشعر لأدب لفكر نعم لكل صنوف المعرفة اللي بنشتغل عليها. نعم هذا المخزون الثقافي اللي دائما نحن بنفتخر فيه اكيد رغم الظروف. بدنا نتشكرك كثير استاذ، بدنا نتشكر هيدا المبادره اللي قمتوا فيها. ان شاء الله بيكون عندنا وقفات ثانيه بحلقات اخرى شكرا عن مواضيع شكرا ثانيه. شكرا شكرا كثير شكرا شكرا لوجودك معنا.